أتذكر يا هارون أتذكر يا هارون أ تذكر يا هارون أتذكر يا هارون أتذكر يا هارون يوم الذي طلبنا فيه والدنا المهدي رحمه الله يوم الذي طلبنا فيه والدنا المهدي رحمه الله اليوم الذي طلبنا فيه والدنا المهدي رحمه الله اليوم الذي طلبنا فيه والدنا المهدي رحمه الله اليوم الذي طلبنا فيه والدنا المهدي رحمه الله لينزع ولاية العهد مني 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 ويمنحها لك ويمنحها لك ويمنحها لك ويمنحها لك ويمنحها لك في حين أنا رفضت القدوم إليه في حين أنا رفضت القدوم إليه في حينها أنا رفضت القدوم إليه في حينها أنا رفضت القدوم إليه في حينها أنا رفضت القدوم إليه كي لا أحقق له رغبته 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 لأن ولاية العهد من حقي 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 وأنا لن أسمح لأحد بالاقتراب منها 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 لو كنت مكاني يا هارون هل كنت ستحقق له رغبته؟ لو كنت مكاني يا هارون هل كنت ستحقق له رغبته؟ لو كنت مكاني يا هارون هل كنت ستحقق له رغبته؟ لو كنت مكاني يا هارون هل كنت ستحقق له رغبته؟ لو كنت مكاني يا هارون هل كنت ستحقق له رغبته؟ تريدني أن أجيبك كأخ لأخيه أم كخليفة؟ تريدني أن أجيبك كأخ لأخيه أم كخليفة؟ تريدني أن أجيبك كأخ لأخيه أم كخليفة؟ تريدني أن أجيبك كأخ لأخيه أم كخليفة؟
تريدني أن أجيبك كأخ لأخيه أم كخليفة؟ لا كهارون، كهارون فقط. لا كهارون، كهارون فقط. لا كهارون، كهارون فقط. لا كهارون، كهارون فقط.